كاتب سعودي يثير ضجة في معرض الكتاب بالرباط. توافق على المعرض المئات من الشباب للقائه. وسط الزحام والفوضى تم إلغاء حفل توقيع كتابه. فمن يكون وما قصته؟ اسمه أسامة المسلم، روائي سعودي عرف بالكتابة في عالم الفانتازيا والفانتازيا التاريخية، حيث أبدع في سرد قصص تشويقية بأسلوب سينمائي وحوارات قوية. حضوره في معرض الكتاب بالرباط جذب جمهورا غفيرا من المراهقين محبي الرعب والخيال. يعود سبب نجاحه إلى مهاراته في تسويق أعماله عبر اليوتيوب والمؤثرين أو المتابعين للترويج له، وتفاعله المباشر مع الجمهور من خلال جلسات حوارية وتقديم الهدايا، مما زاد من شعبيته وألقي الضوء على أعماله المتنوعة. من أبرز إنجازاته سلسلة بساتين عربستان التي تعتبر حسب محبيه تحفة في أدب الخيال العربي، حيث تنقل القارئ إلى عصور ما قبل الإسلام وتصور بدقة حياة العرب القدماء. أعماله الأخرى مثل خوف وهذا ما حدث معي وعصبة الشياطين تتميز بشخصيات معقدة ومسارات غير متوقعة، مما جعل القارئ متشوقا لاكتشاف هذه العوالم الخيالية العميقة.